الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، وأن يتولى جميع شؤونكم، وأن ييسر لكم أموركم، كما أسأله أن يغفر ذنوبكم وأن يضاعف أجوركم. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. نبتدئ في هذا الدرس بكتاب التهجد، وقد قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجماهير أهل العلم يرون أن التهجد صلاة الليل التي تكون بعد نوم، وقد جاءت النصوص بالترغيب في صلاة الليل والحث على ذلك. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ثم ذكر من صفاتهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد قال تعالى في صفات المؤمنين الذين يسعدون، فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد جاء في النصوص الترغيب في صلاة الليل والحث على ذلك، وبيان أن هذه الصلاة دأب الصالحين قبلنا، وأن فيها الأجر العظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الليل. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نقرأ عددا من الأحاديث التي أوردها الإمام المؤلف رحمه الله في كتاب التهجد، فليتفضل القارئ بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب التهجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، أو لا إله لي غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، وأن شأنه أن يتهجد في كل ليلة. وفي هذا الحديث بيان شيء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه للتهجد. وقد اختلف شراح الحديث في الوقت الذي يقال فيه هذا الدعاء، فقال طائفة بأنه يقوله إذا انتبه من نومه، وقال آخرون بأنه
يقوله في دعاء الاستفتاح، وعلى كل فهو دعاء مشروع وفيه فضل عظيم. وقوله اللهم ربنا لك الحمد فيه الثناء على الله ووصفه بما يكون متصفا به من صفات الجلال. وقوله أنت قيم السماوات والأرض، أي أنت الذي تقوم عليهما وتدبرهما وتتولى شؤونهما. وقوله رب السماوات والأرض، أي من يقوم بتدبير شؤونها ويقوم بتغذية ما يحتاج منها إلى تغذية. وقوله في هذا الحديث أنت نور السماوات والأرض، جماهير أهل العلم على أن المراد بها أنه منور السماوات والأرض، كقوله في سورة النور الله نور السماوات والأرض. وقوله أنت ملك السماوات والأرض، أي أنه المتصرف فيها والمتولي لشأنها. وقوله هنا أنت الحق، أي الذي لا باطل ولا مرية فيه، ووعدك الحق. قيل بأن المراد به يوم القيامة، وقيل بأن المراد به كل ما وعد الله به عباده من خير أو شر في الدنيا والآخرة. واستدل بقوله ولقاؤك الحق على إثبات رؤية أهل الإيمان لله عز وجل. وقوله هنا والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، هذا كله مما يلزم الإيمان به، ولا يتم إيمان عبد إلا بإيمانه بذلك. وقوله اللهم لك أسلمت، أي أنني جعلت جميع أموري موكلة عليك. وقوله عليك توكلت، أي اعتمد قلبي عليك وعلمت أنه لن أتمكن من فعل أو تصرف إلا بمعونة منك وتيسير وتقدير. وقوله وإليك أنبت، أي رجعت. وقوله وبك خاصمت، أي أنت القوة التي أعتمد عليها في جميع شأني. وإليك حاكمت، أي جعلت الحكم لشرعك ودينك وكتابك في كل أمر أحتاج إلى حكم فيه. وقوله فاغفر لي، أي غطي وتجاوز لي عن ذنوب التي قدمتها وأخرتها، ومن ذلك غفلة الإنسان وعدم قيامه بعبودية الله جل وعلا. وقوله أنت المقدم وأنت المؤخر، أي من شأنك أن تقدم بعض مخلوقاتك وبعض عبادك، ومن شأنك أن تؤخر آخرين. فهذا الحديث فيه أدعية فاضلة وذكر لله عظيم، ولذا يحسن بالإنسان أن يقوله في صلاته وعند قيامه من منامه. أحسن الله إليكم. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثة، واحتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته امرأة من قريش فقالت أبطأ عنه شيطانه يا محمد، ما أرى صاحبك إلا أبطأك، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فنزلت والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. في هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام يمرضون كما يمرض بقية العباد. وفي الحديث أن من مريض لا حرج عليه في أن يترك ما اعتاده من صلاة الليل. وقد ورد في النصوص أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما.
وفي الحديث من الفوائد أنه قد يتوقف الإنسان عن قراءة ورده بسبب ما يعرض عليه من الأمراض ونحوها. وفي الحديث أن أهل مكة كانوا يتتبعون حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى علموا عنه أنه ترك قيامه وتهجده وترك قراءته، ونسبوا ذلك إلى تأخر الشيطان عنه بحسب ادعاءاتهم. وفي الحديث من الفوائد تنزل الآيات القرآنية عند وجود مناسباتها، والضحى وقت في النهار، وقد أقسم الله جل وعلا به للإشعار بقيمة الوقت، وغير الله لا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا. وقوله والليل إذا سجى يعني غطى الكون بظلامه، وقوله ما ودعك ربك أي ما تركك ولم يترك إنزال الوحي إليك، وما قلى يعني لم يبغضك فيتركك من أجل ذلك. وفي هذا إشارة إلى كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في النصوص ما يدل على أن نزول هذه السورة كان متقدماً من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال ألا تصليان؟ قال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك فلم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مولي يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في هذا الحديث تفقد الإنسان لقرابته والنظر في أحوالهم، وفي الحديث الزيارة للقرابة بالليل، وفي الحديث ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل والنوافل من غير أن يوجب ذلك على الناس. وفي الحديث مراجعة الصحابي علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى وأن مشيئته غالبة واقعة. وفي الحديث أن الإنسان متى ألقى الحق بين يدي غيره ووضحه وبينه برئت ذمته بذلك. وفي الحديث أنه لا يلزم الاستمرار في المحاجة والمجادلة، ولذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا فلم يرجع إليه في شيء. وقوله وهو مول أي معرض وذاهب وتارك عليا وراء ظهره، وقوله يضرب فخذه لعدم رضاه بجواب علي رضي الله عنه، وقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فيه إثبات صفة الجدل للإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. في هذا الحديث بيان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ما يدل على صدقه وتصديقه لنفسه في ذلك. وقوله حتى ترم قدماه أي تتأثر وتنتفخ بسبب طول
قيامه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترض له من يعترض من أجل تخفيف العبادة التي يؤديها فلا يستجيب لذلك. وفي الحديث أن العبد ينبغي به أن يكون شاكراً لله عز وجل على نعمه التي أنعم بها على العباد. وفي الحديث مشروعية الصبر في طاعة الله عز وجل وعن محارمه. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صومي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فقال إلقني به فإما أرسل إلي وإما لقيته بعد. فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. يا عبد الله ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تفطر؟ قلت له بلى يا رسول الله قد قلته بأبي أنت وأمي وإني أفعل ذلك. قال فإنك لا تستطيع ذلك فلا تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك ونفهت له نفسك. فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. قال لا صام من صام الدهر مرتين، فإن لجسدك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك مثل صيام الدهر كله. قال فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد بي قوة فإني أطيق أكثر من ذلك. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت إن أطيق أفضل من ذلك. فقال فصم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت فشدد علي. قلت إن أطيق غير ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام نبي الله داود عليه السلام وهو أفضل الصيام ولا تزد عليه. فقلت إن أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، فصوم صوم نبي الله داود. قال وكيف؟ قال كان يصوم نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ وقال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وكم تقرأ القرآن وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قلت إني أجد قوة وإن أطيق أكثر من ذلك، حتى قال فاقرأه في كل 7 ليال مرة ولا تزد على ذلك. فما زال حتى قال في 3. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. قال مجاهد فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار،
والذي يقرأه يعرضه من الليل ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال عبد الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. في هذا الحديث مشروعية أن يتولى الرجل تزويج أبنائه، وفيه اختيار المرأة ذات الحسب من أجل أن يتزوج بها الأبناء. وفي الحديث تفقد الإنسان لقرابته، ومن ذلك زوجات أبنائه. وفي الحديث أيضا أن المرأة الصالحة لا تذكر من رجلها إلا الخير مهما كان منه. وفي الحديث التكنية عن الشكوى بما يظن أنه من المدح، ولذا قالت المرأة: لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. والمراد بالكنف الأمر المغطى. قال: منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه، يعني كان يسأل مرة بعد مرة، يسأل عمرو بن العاص عن ولده، فذكر أنه مستمر على ذلك. حينئذ ذكر عمرو بن العاص حال عبد الله على للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله قد أقسم ليصومن النهار وليقومن الليل ما عاش. ولم يرد في الحديث أنه لما أمره بغير ذلك أنه أمره بأن يقوم بإخراج كفارة اليمين، ولذا قال طائفة بأنه لا تشرع كفارة اليمين هنا، لأن اليمين في مخالفة الشرع. الجمهور على أنه يلزمه إخراج الكفارة، وقالوا بأنه لم يذكر هنا إخراج الكفارة، ولكنها ذكرت في الآية وفي أحاديث أخرى هنا. وفي الحديث النهي عن أن يشدد الإنسان على نفسه في النوافل بما قد يكون أمرا مستقرا مستمرا في حقه. ومن الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تجاه ابنه: إلقني به، أي ليقابلني. وفي الحديث أيضا إكرام من كانت عليه ملحوظة، فقد أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بينه وبينه وسادة من أدم حشوها ليف. وفي الحديث جواز أن يلقي الإنسان الوسادة على غيره، وأن ذلك لا يعد من التكبر. وفي الحديث عرض أقوال الإنسان التي بلغت غيره من أجل التأكد من صحتها، إنه لما قيل له عن عبد الله بأنه يقول: لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، أراد أن يتأكد فسأله عن ذلك: هل أنت الذي قلت ذلك؟ وفي الحديث أيضا من الفوائد نصح الإنسان في عبادته وفي أموره الخاصة ليكون على أكمل الأمور. وفي الحديث مراعاة ما تؤول إليه الأمور، فلما كان الصيام المستمر والقيام المستمر يؤدي إلى إضعاف البدن، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولذا قال له: إذا فعلت ذلك هجمت له عينك، أي ضعفت لكثرة السهر. ونقهت له نفسك، أي أن نفسك تتعب وتكل من أجل عملك بهذه الطاعات. وفي الحديث التنبيه على مآلات الأفعال قبل أن يقدم الإنسان عليها.
في الحديث النهي عن صيام الدهر، وأن ذلك ليس مما يتوافق مع الشرع، ولذا قال لا صام من صام الدهر. وقع خلاف بين أهل العلم في من أفطر الأيام التي يحرم صومها، وهي يوم العيدين وأيام التشريق، هل يعد بذلك صائما للدهر يكون مخالفا للشرع أو لا؟ والأظهر أنه يكون مخالفا للشرع في ذلك، لأن النهي عن صيام هذه الأيام قد جاء على جهة الاستقلال. وفي الحديث وجوب أن يراعي الإنسان بدنه وأن يحفظ هذا البدن بما استطاع، ومن ذلك ما يتعلق بترك ما يشق عليها. واستدل بهذا اللفظ على مشروعية التداوي، فإنه من حفظ النفوس. وفي الحديث أيضا مراعاة الإنسان لأعضائه وأجزاء بدنه. وفي الحديث إثبات حق الزوار والأضياف لقوله وإن لزورك عليك حقا. وفي الحديث أن أهل الإنسان من زوجته يجب لهم حق على الرجل. وقوله فصم وأفطر، أي صم بعض الأيام وبعضها الآخر، وقم ونم، يعني ليكن من شأنك أن تنام بعض الليل وأن تقوم باقيه. وذكر له علة في هذا، فإنه قال وإن كنت نشيطا الآن إلا أنه لا يؤمن أن يأتيك تعب في مستقبل أيامك يمنعك من المحافظة على ذلك. وفي الحديث الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، وأن ذلك يعد بمثابة صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفي الحديث أنه لا ينبغي بالإنسان أن يشدد على نفسه في الطاعات، ولذا قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال 5، أي صم 5 أيام من كل شهر، فقال أطيق أكثر من ذلك، قال 7، ثم قال 9، ثم قال 11، يعني يصوم هذا المقدار من الأيام من كل شهر. وفي هذا استحباب اعتماد التواريخ القمرية. وقوله هنا فصم يوما وأفطر يومين فيه جواز التعبد لله بذلك والتنفل به، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال فصم من كل جمعة 3 أيام. جمعة يعني الأسبوع، وعدد أيامه 7 أيام، فكأنه أمره أن يصوم 3 أيام من كل أسبوع، وهذا أقل من النصف بقليل. قال فقلت إني أطيق غير ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما. واليوم يطلق على النهار. قال وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، ولا تزد عليه، لهذا النهي عن الزيادة عن هذا المقدار في صوم التطوع. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، فصم صوم نبي الله داود. في هذا أن الزيادة في العمل قد تقلبه إلى ضده، وقد تجعله تاركا للأفضل في الأعمال. وقال عن داود كان يصوم نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، يعني في الجهاد لا يفر ولا يهرب من الأعداء. فقال عبد الله من لي بهذه يا رسول الله، أي عدم الفرار من الأعداء.
ثم ذكر له ما يتعلق بالصيام وسأل عن صيامه، فقال بأني أصلي الليل كله، فقال له إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وذكر له طريق داود بأنه كان ينام نصف الليل ويستيقظ ليصلي، فإذا بقي سدس الليل نام، وقال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الأخير، فقال له كم تقرأ القرآن، في كم يعني ما هي المدة التي تنهي فيها قراءة القرآن وكيف تختم، فقال عبد الله بن عمر أقرأ كل ليلة القرآن كاملا وأختم في كل ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في كل شهر مرة، في كل شهر مرة، فقلت أطيق أفضل من ذلك وأجد قوة، فقال فاقرأه في كل سبع ليال مرة. في بعض الأحاديث أنه رغبه أن يقرأه في الشهر مرتين، ثم قال اقرأه في كل عشر مرة، ثم قال له اقرأه في كل سبع ليال مرة ولا تزد على ذلك، بحيث يقرأ ويختم القرآن في كل شهر أربع مرات، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال اختم في كل ثلاث، يعني كل ثلاث ليالي. وجمهور أهل العلم على الترغيب في الختم كل سبعة أيام، ويرون أن ذلك أفضل من ختمه في كل ثلاثة أيام. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد رخص له في موضوع الصيام وموضوع القراءة ونحو ذلك. قال مجاهد فكان يعني عبد الله بن عمر يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن، فعبد الله بن عمر أصبح يختم كل سبعة أيام أو سبع ليالي، وكان يقرأ حفظه في النهار من أجل أن يضبطه في الليل، وبالتالي لا يتلعثم فيه ولا يحتاج إلى وقت في قراءته. قال كان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من الليل ليكون أخف عليه بالليل. قال وكان بعد ذلك إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما متعددة وأحصى هذه الأيام وصام مثلهن. لماذا؟ لأنه كره أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، في هذا الترغيب في الاستمرار على الأعمال الصالحة، وفي هذا أن من اعتاد على عمل خير فينبغي به أن يواصله ويستمر فيه. وفي الحديث فضل قيام الليل. لعلنا نقف على هذا، بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير، جعلني الله وإياكم الهداة المهتدين، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، ثم نسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا الصالحة وأن يجعلها في ميزان حسناتنا هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.